الأمريكية، كانوا الاف دي الامريكيه عمالهم بيكشفوا على بعض المصانع اللي بتصدر للولايات المتحده الامريكيه، فعملوا زيارات للمصانع اللي بتصدر لعندهم. كان اهم شغله بالنسبه لهم هو مدى تطبيق انظمه ضبط المخاطر. هو ما بيسال نهائيا ان انت حاصل على شهاده الهسب، ما بده الورقه. هو بالنهايه بينزل على الميدان بيعمل فيريفيكيشن، تاكد انه عمليات التحكم بالمخاطر اللي موجوده داخل المنشات فعليا موجودة مطبقة. بعرفش هيك، ايوه كويس، شكله قطع شوي الصورة. اوكي، فمهم جدا نظام الهسب انه يكون نظام فعال موجود مبني بطريقة صح. فعالية نظام الهسب تعني هو انتاج منتج غذائي ذات ثباتية عالية، تؤدي الى انه المنتج يكون آمن وسليم أثناء فترة الاستهلاك والصلاحية للمنتج ضمن ظروف التخزين المعلن. هاي كل نظام الهسب. نظام الهسب هو نظام وقائي لعمليات ضبط المخاطر وتحليل المخاطر وعمليات التحكم بهذه المخاطر، الغاية منه إنتاج غذاء آمن وسليم أثناء فترة الصلاحية للمنتج وضمن ظروف التخزين المعلنة على المنتج. طبعا دائما بنحكي عن السيفتي وبنحكي عن الكواليتي، فبالتالي بجوز هاي ركزنا عليها بشكل او باخر، انه دائما موضوع السيفتي هي اولويه بالنسبه لنا، ما بتنازل عنها وما برضى باي حال من الاحوال، لانه في النهايه اذا تنازلت عن السلامه معناته انا بحكي عن خطوره عاليه على المستهلك. بموضوع الجوده في النهايه بيرفع من مبيعاتي، بقلل مبيعاتي، بجذب المستهلك اكثر، بعطي منتجي اكثر قوه، بالتالي انا ممكن انزل شوي بموضوع الجوده بس ما بنزل في السيفتي. الشطاره انك تحقق السيفتي والجوده بنفس الوقت، وهنا بنلاحظ التمايز اللي هم مديريات الجوده او اشخاص اللي بيشتغلوا في المصانع، انهم عمالهم بيخلقوا اجراءات عمل معياريه، بيخلقوا ادوات وطرق خاصه لعمليات المحافظه على السلامه باعلى معاييرها، وبنفس الوقت تحقيق اعلى معايير الجوده. فهذا بيكون التمايز بين المنشات الغذائيه. بجوز نظام الهسب نفس نظام اي نظام، بجوز لو امبارح تذكرتوا معنا انه في بدايه اي نظام جوده لابد من وجود التزام اداري ورغبه لدى الاداره. يعني مهم جدا انه انا قبل ما بحكي عن نظام الهسب، سواء انه عندي بدي اطبق نظام هسب او بدي اخطط لتطبيق نظام هسب، لابد اني اتطرق لموضوع انه لابد من وجود رغبه لدى الاداره. رغبة الإدارة تعني اللي الباور اللي حينعطى للناس اللي حيشتغلوا في هذا النظام، اللي حيعملوا ويبنوا النظام، اللي حيطبقوا النظام، ومن ثم حيحرصوا على صيانة وإدامة هذا النظام ويتأكدوا من فعالية والمراجعة والتطوير لهذا النظام لغايات تحقيق المنتج الآمن والسليم في نهاية المطاف. فبالتالي أهم شغلة بالنسبة لنا هو الباور تاع الإدارة العليا اللي عماله بعطينا في الجودة القوة على القوة في تطبيق هذا النظام. لذلك في نظام الايزو بتلاحظوا انه كل مواصفات الايزو دائما بحكي لك انه الاشخاص اللي عمالهم بيشتغلوا بالجودة مرتبطين بشكل مباشر بمين؟ بالإدارة العليا. ممنوع يعني اذا انت بتشتغل في تطلع على تفتيش، على تدقيق، على منشأة مطبقة نظام ايزو، بيجي بيقول لك انه الاشخاص اللي بيشتغلوا بالجودة تابعين للإنتاج، بالنسبة لنا هذا ميجر، لأنه بالنهاية حيصير موضوع تحيز من شباب الجودة لغايات الإنتاج، فبالتالي بيكون القرار ما في بايس، وهذا الحكي مش مطلوب بنظام الأيزو. لازم يكونوا تابعين جماعة الجودة بشكل مباشر للإدارة العليا. طبعا بجوز احنا موضوع التعامل مع نظام الهسب بيكون بعدة طرق وبعدة أشكال، بس لابد من بداية أي نظام للتعامل مع نظام الهسب لابد من تقييم آلية الإنتاج. في النهاية أنا بدي أبلش من نظام الهسب، بدي أعمل تفكير عام، بدي أعمل دراسة جدوى لغايات تطبيق نظام الهسب، ما هي الخطوات والأدوات اللي لازم اتباعها لغايات إنفاذ وتطبيق نظام الهسب داخل المنشأة. بجزء دائما بنفكر في موضوع نظام الهسب ودائما بنحكي عن
نظام الهسب بتطبق على كل منتج، هاي لازم نكون عارفينها. نظام الهسب بتطبق، يعني لما بدي اعمل خطة هسب بعملها لكل منتج مش لكل مصنع، لكل منتج. اذا عندي داخل المصنع 20 منتج معناته عندي 20 خطة هسب، اما اللي بشتغل هسب لان بشتغلها لكل منتج. اوكي، ممكن اطبق نظام الهسب بخطوط معينة ضمن المصنع، او ممكن اطبق على جميع الخطوط. الاكثر تطبيقا والاجدى تطبيقا بالنسبه لانظمه الجوده اللي هو تطبيق على كافه انحاء المصنع، خاصه انه معظم المنشات الغذائيه الحيز اللي بيكون او المحيط اللي بيتم فيه العمل بيكون ما في فواصل بين خطوط الانتاج، بالتالي عمليات ضبط المخاطر والتحكم بالمخاطر ضمن خط انتاج وحيد وتطبيق نظام الهسب ضمن خط انتاج وحيد بيكون فيه صعوبه. عمليات ضبط المخاطر لجميع خطوط الإنتاج ضمن نفس المحيط بتكون أكثر جدوى وأكثر تطبيقاً في موضوع تطبيق النظام. فدائماً المنشآت بتعاملوا مع خطوط الإنتاج بشكل كامل. طبعاً بجوز الكل بيعرف أنه بلش نظام الهسب عن طريق وكالة الفضاء الأمريكية، كان عندها تفكير بموضوع البرواد الفضاء اللي بنطلقوا للفضاء، واللي احنا بحاجة انهم يكونوا في اعلى معايير السلام. احنا بنحكي عن رائد فضاء بيطلع لمدة 10 ايام، لمدة شهر، لمدة شهرين، في كل يوم له كل فعال جدا، فبالتالي انا بدي احافظ عليه في اعلى معايير السلامة، وبدي احافظ عليه انه في عملية في افضل حالاته. فمهم جدا انه لما بنحكي عن غذاء بتناولوه رواد الفضاء، هذول رواد الفضاء لابدهم يشعروا انه اللي عمالهم بتناولوا مواد ذات ثباتية وامان عالي جدا. فتم اطلاق نظام الهسب للعلن عام 1971، وبلش تطبيقه على الأغذية المعلبة بمنخفضات الحموضة. هذا كان تطبيقه البداية لنظام الهسب. طبعا اذا بتلاحظوا انه الكودكس اوسط بتطبيق نظام الهسب. اذا بناخذ موضوع الكودكس بمنحنى معين وبوتيرة معينة، بنرجع لموضوع انه الكودكس هي المنظمة المعنية بتطبيق اتفاقية التجارة العالمية. كل الدول المنضمة لاتفاقية التجارة العالمية اللي بيفصل بينها في اي مواصفة هي اتفاقية الكودكس. فبتلاحظوا مثلا كل المواصفات الأردنية اللي احنا عمالنا بنشتغل عليها بالغالب او جميعها بلا استثناء هي متوائمة مع اتفاقية مواصفات الكودكس، لأنه أنا ما بزبط أني أنا أشتغل على مواصفة غير مواصفة الكودكس إلا إذا كان عندي مبررات، وهي بنتناولها كمان شوي، شو المبررات اللي بتخليني أتشدد شوي بالمواصفة أو أني أقلل شوي من التشدد. فهي موضوع مهم جدا أنه الكودكس أوصى باستخدام نظام الهسب، فبالتالي هي من المواصفات المعتمدة من الكودكس لتصنيع الغذاء. طبعا بتلاحظوا انه في كثير من الدول فرض تطبيق نظام الهسب، بعض الدول عربيه بعضها اجنبيه. احنا في الاردن زي ما حكينا لغايه الان لم يتم فرض تطبيق لنظام الهسب، ولم يتم حتى فرض تطبيق نظام الجانبي، عملنا بنطبقه عن طريق الشروط والتعليمات بس. بالموضوع النظام الهسب لغاية الآن لم يتم فرضه. في كثير إقبال على تطبيق نظام الهسب ببعض المنشآت الغذائية العمالة، وبخاصة المنشآت اللي بتفكر في التصدير. المنشآت اللي بتفكر بالتصدير دائما بتفكر بثباتية أعلى، بأمان أكثر للمنتج، بجودة أكبر. فبالتالي اللي بفكر بالنواحي هاي دائما بروح شوي على تطبيق أنظمة جديدة. طبعا ليش انا بتحتاج نظام الهسب؟ بجوز احنا هاي دائما التفكير، احنا قلنا نظام اجراء وقائي. طب انا اذا بطبق، خلينا نفترض اني انا ما بطبق نظام هسب، واني الان عمالي بعمل عمليه انتاجيه لمنتج غذائي، انا كمصنع مطلوب مني اني هذا المنتج اللي بصنعه، المنتج النهائي اللي طالع من عندي كمصنع، يكون مطابق للمواصفات القياسيه الخاصه بالمنتج ضمن اعلى معايير ويحافظ. والنقطه الثانيه لحظه انتاجه يكون مطابق للمواصفة القياسية الخاصة بالمنتج، ويحافظ على ثباتية المطابقة للمواصفة خلال مدة الصلاحية الخاصة بالمنتج وضمن ظروف التخزين المعلنة على بطاقة البيان. هاي نقطة مهمة. يعني أنا لما بنتج منتج غذائي، دوري كمصنع أو كمصنع أو كمطعم المنتج اللي بطلعه،
انه يكون هذا المنتج مطابق للمواصفات القياسيه الخاصه بالمنتج، وفي نفس الوقت يحافظ على مطابقته للمواصفات القياسيه خلال مده الصلاحيه وضمن ظروف التخزين المعلنه على المنتج. هذا الحكي بيعني اني انا لابد من اني اعمل فحوصات عشوائيه للمنتج النهائي في بدايه انتاجه، اعمل عينات خلال فتره صلاحيه المنتج حتى اتاكد انه التشغيل العمالي بنتجها، لاحظوا انه كم في كل فعاليه في عمليات التاكد من انه المنتج عماله سليم بلحظه انتاجه، سليم بعد شهر بعد شهرين، خلينا نفترض انه مده صلاحيه المنتج سنه، فبالتالي لابد اني اتبع المنتج خلال سنه. واذا ثبت لي بعد 6 أشهر انه في مشكله في المنتج لابد من اعمل ريكولينج للمنتج، وبالتالي اعمل عمليات تجميع. كم كلف وكم الخساره حتى الماديه، الخساره الاعلاميه، ثقه المستهلك، قديش لتكون في مشكله في المنتج. فانا في نظام الهسب عمالي بتحكم بضبط المخاطر بطريقه او باخرى لغايات اني اضمن انه المنتج اللي بيطلع عندي ذات ثباتيه عاليه بالنسبه لسلامه الغذاء، واني عمالي بتحكم فيه بطريقه او باخرى بحيث يؤدي يكون ضمن فتره الصلاحيه عالي الجوده ومطابق للمواصفات وذات امان وضمن ظروف التخزين المعلنه. بتلاحظوا انه في سلبيات كثير لفحص المنتج النهائي مقابل انه عندي انا ما في فحص للمنتج الحسب بتتبع الخطوات. يعني في لما ما يكون عندي نظام مضطر انا اني امسك المنتج النهائي وضلني افحص فيه ضمن مده صلاحيه وضلني اتبع حتى اتاكد انه فعلا المنتج اللي وكل تشغيله، لاحظوا انه انا بدي افحص مش مره واحده، كل تشغيل في نظام الهسب عمالي بتحكم بالمخاطر خلال العملية الانتاجية، بالتالي أنا بكون مرتاح إنه المنتج حيعطيني جودة عالية وثباتية عالية من ناحية السلامة، وبالتالي أنا بكون مرتاح من ناحية جودة وسلامة المنتج. طبعاً بجوز برضو نحكي يعني شوي الموضوع الكلف اللي عمالها بتصير في موضوع صحيح إنه في نظام الهسب عمليات خلق CCBs وعمليات إدارة هاي CCBs وقياس CCBs والتحكم فيها ووجود أشخاص وموارد بشرية في النهاية، وبدك آلات ومعدات للغايات القياس والتأكد، لأن أنت في النهاية عمالك بدك تعمل عمليات ضبط. صحيح ان هاي كلف، بالمقابل في كلف اخرى تتعلق بفحص المنتج النهائي، قد لا يكون، قد يكون احدهما اكثر من الاخر، بس الفائده اللي حتجيك من نظام الهسب اعلى، لان انت في النهايه منتجك اللي طالع عماله بيحافظ على ثباتيه، عماله بيكسب ثقه الزبون، وهذا لما بيكسب ثقه الزبون عمالك بتزيد على المدى البعيد الارباح المتوقعه من عمليات الانتاج، بتفتح اسواق جديده، منتجك عماله بثبت ثباتيته وجودته سواء في الداخل او الخارج. فبالتالي هنا التريك اللي عماله بيصير انه النظام الهسب دائما انظمه الجوده بتعطي ثمار على المدى المتوسط والبعيد، ما بتعطي على المدى القصير، لانه انا ممكن ما اطبقش نظام الهسب واخلي المنتج ينزل اوفر حالي 1000 دينار من مقابل هنا وفرت ال 1000 دينار، ممكن بعد سنه يصير عندي مشكلة في المنتج خلال 6 أشهر، كل اللي ربحته خلال الفترة الماضية عمالي بخسر. فمهم جدا إنه اللي بيفكر في نظام الهسب بيفكر بنظام الهسب بتأثير متوسط المدى وبعيد المدى، ولما نحكي عن متوسط المدى نحكي ما بين 6 إلى 10 سنوات، هنا نحكي عن تأثير لنظام الهسب في المنتج، لأنه في النهاية عماله بعطيك قوة لهذا المنتج. لاحظوا انه تطبيق نظام الهسب كونه اوسط في الكودكس عماله بفتح لك اسواق خارجيه، فبالتالي بصير في عندك امكانيه وهذا هي اللي بنحكي عنها فوائد نظام الهسب. طبعا لاحظوا انه في محددات خاصه في نظام الهسب، والمحددات الخاصه انه لابد احنا بجوز ركزنا على موضوع الالتزام الاداري، اهم شغله من المحدد انه لابد من تطبيق نظام الهسب، اكثر شغله احنا بنركز عليها بنظام الهسب انه نظام الهسب لما بنشتغل عليه لابد انه يكون كليات نظام الهسب نظام مكتوب ضمن اجراءات عمل معياريه معلن مكتوب وضمن اجراءات عمل معياريه معلن مطبق معرف وذات افشنسي وفعاليه في ضبط المخاطر. هاي اهم الاجراءات اللي خاصه بنظام الهسب، فبالتالي هنا بتكون في مشكله بين نظام الهسب انه بتطلب انه وجود اجراءات اداريه
لابد من وجود إجراءات عمل معيارية، لابد من وجود إجراءات إدارية تتعلق بارتباط جماعة الجودة بجماعة الإدارة العليا، لابد من إعطاء الباور لجماعة الجودة بحيث أنه ممكن يوقف خط إنتاج وممكن يعمل عملية فعل تصحيحي، فبالتالي ممكن يعمل أي إجراء مخالف لما هو معتاد من عمليات التصنيع وعمليات إدامة التصنيع، لأنه دائما تفكير جماعة الجودة بإدامة التصنيع وزيادة كميات الإنتاج، فبيجي جماعة الجودة وبيخالفوا لأنهم دائما بيفكروا بموضوع الوقت. مهندس بجوز أنا شوي بدي أرجع، دائما باجي بذكر أنواع المخاطر وبرد أحطها، لسبب انه في النهايه انت بدك تعمل نظام الهسب زي ما حكينا، نظام مبني على موضوع تحليل وتقييم ومعرفه المخاطر بالنهايه، وفي واخر شغله اللي هو ضبط المخاطر، فاهم شغله انه نكون عارفين شو المخاطر اللي بنحكي عنها. فاحنا عندنا 4 انواع من المخاطر، ما بندخل بتفاصيلها، عندنا مخاطر فيزيائيه، جرثوميه، حساسيه، كيميائيه، وهاي المخاطر هيك بشكل بسيط مبسط في موضوع أنواع المخاطر. الفيزيائية بنحكي عن أي مادة ليست من أصل المنتج، سواء مادة غريبة كحصى، كبراغي، كميتلز، كتراب، أو حتى ممكن تكون غذاء ليس من أصل المادة، أو حتى كحشرات إذا كانت موجودة داخل المادة الغذائية تعتبر كمخطر فيزيائي. المخاطر الكيميائية تتعلق بعدة جوانب، في حكينا امبارح عن موضوع مواد التنظيف والتعقيم، بنحكي عن متبقيات المبيدات، هاي شغله مهمه بالنسبه لنا اللي بتعطي يعني، خاصه انه بعد ما تم يعني التشديد في موضوع متبقيات المبيدات خاصه من الاتحاد الاوروبي اللي عمل ريستريكشن عالي في موضوع متبقيات المبيدات، فعندنا مخاطر حساسيه لانه بعض الاشخاص عندهم حساسيه زي السيلياك ديزيز، فبالتالي هذول لهم وضع خاص. في عندنا بضل المخطر الاخير هو المخاطر الجرثوميه، قد يكون علم سلامه الغذاء بتناول المخاطر الجرثوميه باكثر يعني بتفاصيل كبيره جدا، وبيشتغل عليها حتى كل معظم طرق حفظ الغذاء عمالها بتركز على المخطر الجرثومي. السبب في ذلك انه المخطر الجرثومي موضوع ازاله المخطر او التقليل منه بيكون دائما بنشتغل على ما في ازاله للمخطر الجرثومي. المخطر الفيزيائي ممكن في إجراءات عمل معيارية أقلل أو أزيله، المخطر الكيميائي ممكن أقلل أو أزيله، المخطر الحساسية ممكن أقلل أو أزيله، المخطر الجرثومي الإجراء الوحيد اللي بنشتغل عليه كعمليات ضبط المخاطر هو تقليل المخطر والتحكم بالمخطر، أما إزالة المخطر ما بصير في إزالة لأي مخطر. فعشان هيك معظم طرق الحفظ لما بنحكي عن التبريد، عن التجميد، بنحكي عن التجفيف، بنحكي عن التقديد، بنحكي عن التخليل، بنحكي عن التعليب، بنحكي عن كل طرق تخليل المربيات، كلياتها هاي الطرق كلياتها مرتبطة بموضوع التحكم بالمخطر الجرثومي. بجوز لما بنيجي بنحكي عن المخطر الجرثومي بنحكي عن 4 عوامل، فهذول كل طرق الحفظ اللي بنحكي عنها مرتبطة بال4 عوامل، لما بنحكي عن حرارة بنحكي عن تبريد تجميد، لما بنحكي عن رطوبة بنحكي عن تجفيف تقديد، لما بنحكي عن وقت موضوع مثلا الشوك فريز التجميد السريع بنربط التجميد السريع بعمليات الوقت، دائما الحرارة والوقت هم عاملين يعني متلازمات. لما بنحكي بعلم سلامة الغذاء أنا برفض أي شخص يحكي بعلم سلامة الغذاء ويحكي درجة الحرارة 5 درجات أو صار في أوت أوف رينج للثلاجة على درجة حرارة 8 درجات مئوية بدون ما يذكر الوقت. الوقت بالنسبة لنا مرتبط بشكل أساسي بالحرارة، عامل مهم مع الحرارة، بيجي موضوع الطعام، وهم بيجي تقسيم الأغذية، الأغذية عالية خطورة وأغذية متوسط خطورة وأغذية قليلة خطورة، وبيجوز الأغذية اللي فيها محتوى البروتيني عالي بتكون أغذية عالية خطورة، وهي دائما من الأغذية الجاهزة الأكل برضه بنعتبرها أغذية عالية خطورة وبنتعامل معها بطريقة مختلفة عن الأغذية القليلة والمتوسطة الخطورة، وبناء عليه بيتم ربط جزء من أنظمة الرقابة وأنظمة التوريد، أنظمة الاستيراد وأنظمة التوريد مرتبطة بموضوع
درجة خطورة المادة الغذائية. فهي أنا هذا كلياته بيتعلق في المقطع البيولوجي. جوز امبارح حكينا عن موضوع المقياس الحرارة والثيرموميترز، ودائما بنركز عليها، وهنا باللحظة نحكي عن الدينجر زون ما بين 5 ل 6 درجات ل 63 درجة مئوية، وهي بيكون فيها تضاعف للبكتيريا. ولاحظوا انه نحكي عن دائما حفظ المادة الغذائية اما بيكون ساخن او بارد. المادة الغذائية حتعمل على تقليل المخطر البيولوجي. ها لاحظوا انه مش بنحكي، ما قلنا ازالة، حتى لما بنوصل، لاحظوا خلينا نفترض اني انا وصلت ل 100 درجة مئوية، وصلت للديد، او وصلت حتى للباسترايزيشن، وصلت للديد، والان المنتج امن من ناحية جرثومية. اترك المادة هاي لمدة 4 ساعات، لمدة ساعتين، ضمن درجات الحرارة الغرفة، هتلاقي انه المخطر جدد من جديد. فبالتالي المخطر الجرثومي عمالي بشتغل على التحكم فيه وليس ازالته. ازالته ما يعني لا يمكن ان اصل لازاله المخطر. حتى خلينا نفكر بطريقه اخرى، لو انا الان عندي منتج معين صار في عندي نمو بكتيري عالي، وبعد هيك جيت وعملت له معالجه حراريه، شو المنتج حيكون؟ خالي من الميكروبات، لاني عملت معالجه. وبدنا نشيل من بالنا موضوع انه في ميكروبات محبه للحراره، ميكروبات محبه للبرد، بنحكي عن العام الكومن. اوكي، لنفترض انك انت لغيت يعني تركت الماده الغذائيه اللي تم تصنيعها في ظروف سيئه، واخر شيء جت على 100 درجه مئويه، ولغيت او اكثر، ولغيت المخطر البيولوجي. تيجي بتقول لي هاي انا وصلت لحاله السيف، انا بقول لك لا، ما وصلت للسيف، لانك انت اذا تمت عمليات التصنيع في ظروف سيئه وكان في عندك نمو بكتيري عالي. فاحنا مرتبطين بعلم الميكروبيولوجي، مهم جدا نوضح هاي النقاط، لانه لما بنيجي بنبني نظام تحليل المخاطر هذا الكونسيبت مهم جدا. انت لما وصلت ل 100 درجه مئويه قتلت البكتيريا، بس البكتيريا اللي قتلتها كانت مكونه سبورز لغايات مقاومه الظروف. هاي السبورز ضمن الغلاف تاعها بتحتوي على توكسينز، التوكسينز مش عماله بتم تكسيرها بالحراره. فبالتالي انا في عندي مشكله بالتوكسينز، وفي عندي توكسينز احيانا تاثيرها مش مباشر، تاثيرها تراكمي كوميتيتيف، بحيث انه ممكن يكون تاثير على المدى البعيد. فلاحظ انه البكتيريا يعني تمرت للامان بالعمليه الحراريه، فبالتالي العمليه التصنيعيه لازم تتم كلياتها بظروف تصنيعيه جيده، حتى لو عندك معامله حراريه في خطوات لاحقه. يعني ممكن بعض يقول لك طب انا في النهايه حصل لي معامله حراريه، فبالتالي لو اني طنشت شوي مش مشكله. لا، لو انك طنشت شوي في مخطر، المخطر موجود في عدد كلي للبكتيريا، في تكاثر للبكتيريا، في عندي تكون للسبورز. هذه السبورز ممكن تكون هي في النهايه جزء من التوكسينز اللي عماله بتكون عند تفكك هاي السبورز. فمهم جدا يكون هذا الكونسبت موجود عندنا، حتى نقول انه موضوع المتابعه والممارسات التصنيعيه الجيده لابد تكون موجوده في كل المراحل التصنيعيه، بالرغم من وجود عملية تصنيعية فيها معاملة حرارية قد تلغي المخطر البيولوجي، لكن المخطر بيظل موجود إذا كان في سوء تصنيع للمادة أو للمنتج. أوكي، لاحظوا إن إحنا بنحكي عن بكتيريا وسموم معفنة، أنا بتناولها بشكل سريع، ما بدي يعني أدخل في تفاصيل لأنه بدنا نحكي. لاحظوا أنه أنا هاي بحاول أخذتها هاي من النت، يعني كثير مهمة جدا أنه لاحظ شو التشبيك اللي بصير. أنت عندك جي أم بي، وعندك جي اتش بي، وفي عندك نظام حساب وكواليتي مانجمنت سيستم، كلياتهم مع بعض عمالهم بيجتمعوا كمسننات، بوحدوا بعض بنظام الايزو 9001. اوكي، لما تعمل كومبينيشن بينهم حيعطيك الايزو 22000. يعني اذا انت مسكت الجي ام بي، جي اتش بي، كواليتي مانجمنت سيستم، نظام الحساب، ايزو 9001، وبنحكي عن ايزو 9001 اللي هو محتوى بتعلق في موضوع الاداره، بتعلق في موضوع الدوكيومنتيشن بشكل او باخر، اذا بتربطهم كلهم مع بعض كومبينيشن بينهم بعطيك الايزو 22000. بس الكور لنظام الايزو 22000 هو نظام الحساب، والكور نظام الحساب باي ديفولت جي ام بي جي اتش بي. لاحظ هي درجات سلم عمال اللي بشتغل عليه، جي ام بي جي اتش بي عمال اللي بطلع على حسب، بعد هيك بطلع على ايزو 22000. بيجي نظام الايزو 9001 واللي عماله بعطي لمحات جماليه ومكملات
للنظام، بحيث اني انا بدعم بعمل سبورتنج للنظام، بعطيه امكانيات اكبر في عمليات ضبط المخاطر وتحليل المخاطر. كثير من الاسئله زي ما قلت لكم بتجيني، مثلا انا حاولت يعني لكونه ما في عندنا تواصل لانه العدد كبير، فكان لابد من اني يعني كل اللي كان يجيني فيدباك بالدورات السابقه بحاول اجاوب عليه حتى الكل يكون عارفها. فدائما بيسالوني الهازارد ريسك. الهازارد بنحكي عن مخطر فيزيائي كيميائي بيولوجي، هاي بنحكي عن هازارد. اذا بنحكي عن ريسك بنحكي عن قديش خطورة المخطر. يعني أنا إذا عندي مخطر فيزيائي كم خطورته وكديش حيدوم المخطر وشو احتمالية المخطر. يعني الريسك هي التأثير اللي بيجي من الهزارد. أوكي، إذا بدنا هيك نحكيها بلغة بسيطة، التأثير، مدى التأثير وقوة التأثير، هذا بنسميه ريسك. المخطر هو نوع المخطر الفيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي. فتوقع أنه هاي الصورة حتوجه، يعني هتوضح الإشي اللي عمالي بحكي عليه بطريقة أو بأخرى. لما بنحكي عن تسمم غذائي، بجوز بنحكي قبل شوي كنا نحكي عن أنواع الميكروبيولوجي، فمعلش يعني خلينا نحكي عن الفود انفكشن وفود انتكسن. بعض أنواع الميكروبات بتسبب لي تسممات غذائية بوجود الميكروب نفسه. بعض أنواع الميكروبات بتسبب تسمم غذائي بإفرازها للسموم. أوكي، في عندي نوعين من الميكروب. في ميكروب، أنا لاحظ في عندي ميكروب بحد ذاته يعتبر وجوده بسبب تسمم غذائي، وفي ميكروب هو بنفسه لا يسبب أي تسمم غذائي لكنه يفرز توكسين تسبب تسمم غذائي. فبالتالي أنا مهم جدا أن أركز بين أميز بين food infection و food intoxin. وبجوز أنا عندي أنواع كثيرة من أنواع الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي، وبعضها بيكون infection وبعضها بيكون intoxin. يعني مثلا السالمونيلا لو أخذنا مثال بتكون مثلا من أنواع الانفكشن اللي هي بحد ذاتها، وجود السالمونيلا بحد ذاتها يسبب التسمم الغذائي. بينما لو أخذنا الكلوستريديوم بوتولينيوم اللي هي بتفرز الانتوكسنز، أوكي، هي بحد ذاتها لا تسبب أي تسمم غذائي لكنها تفرز سموم تسبب التسمم الغذائي. هاي كثير موجودة في المعلبات. أوكي، بس هيك خدت الكونسبت بشكل بسيط. طبعا إذا بنحكي عن البري ريكوست بروجرام، ولما امبارح عرفنا البري ريكوست بروجرام قلنا هو الجي ام بي والجي اتش بي، فدائما فوق البري ريكوست بروجرام وبين السي سي بي، لما نحكي عن السي سي بي بنحكي عن ايش؟ هسه بجوز هسه لو انه اخرت سلايد شوي يكون اوضح لكم. خليني اخرهن في ثلاث اربع سلايدات اخرهن الى ما بعد شرح الهسب، بس خليني احكيهم بلاش انه ننسى. في عندي بري ريكوست بروجرام الجي ام بي والجي اتش بي، فيها البري بعدين بيجي عندي الاوبريشنال بري ريكوست بروجرام. اللي بميز بينهم بين نظام السي سي بي انه اوبريشنال بري ريكوست بروجرام ما فيها ليميتس نهائيا، هي متعلقه بالعمليه الانتاجيه. جزء امبارح قلنا انه نظام الجي ام بي بتعلق بضبط المخاطر العامه، ونظام الهسب بتعلق بضبط المخاطر الخاصه بالعمليه التصنيعيه. في بينهم عمليات ضبط المخاطر التشغيليه بالنص اللي هي الاوبريشن بري ريكوست بروجرام. يعني انا حاولت اني اميز لكم اياهم الاوبريشن بري ريكوست بروجرام، مثلا على سبيل المثال الزجاج والميتال كنترول، هاي من الشغلات اللي هي بنعتبرها اوبريشنال بري ريكوست بروجرام. بينما سي سي بي تتعلق بالعمليه الانتاجيه، هاي حنحكي عنها بشكل مفصل. انا حاولت احط السلايدات هاي الهدف منها فقط اني اجاوب على الاسئله اللي كانت كنت انسالها. يعني بجوز قبل شوي حكيت عن موضوع الهسب، وان الهسب كان متطلب اساسي للكودكس، والكودكس هو الجزء المحكم بين الدول المنطويه تحت منظمه التجاره العالميه. وبجوز احنا يعني لذلك قلت انه موضوع الهسب وتطبيق نظام الهسب في المنشآت الغذائية بسهل التواصل وبسهل عمليات التجارة بين الدول المنضمة الى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي بعطي ثقة للمستورد من دولة لدولة اخرى بالمنتج اللي عماله بيجي من هذا المصنع اللي مطبق لأنظمة الهسب. طبعا الهسب اكيد يعني في
يعني وضحنا موضوع انه الهسب بيعمل عمليات تسهيل للتبادل المشترك بين الاغذيه المنظم اللي ضمن منظومه الكودكس، اوكي، اللي هي تعتبر المعيار الخاص بالدول المنضمه لمنظمه التجاره العالميه. لاحظ انه في مفهوم تكافؤ موجود في موضوع التصدير بين الدول، ولابد انه يكون في ثوابت واضحه بحيث اني انا بفرض نفس الثوابت الخاصه في دولتي، نفس المواصفات، نفس المعايير الخاصه بسلامه الغذاء بفرضها، اوكي، وبحيث الدوله الاخرى تطبق نفس هذه المعايير. يعني زي ما انا عمالي بعتمد مواصفه الكودكس، باخذ نفس معايير الكودكس، ما بزيد عنها وما بنقص. نفس الشيء الدولة الأخرى اللي بدها أصدر لها أو بدها تصدر لي بتعتمد نفس المبدأ. فهذا مبدأ التكافؤ. مفهوم التكافؤ أني أنا عمالي بعتمد نفس المعايير، فبالتالي إذا أنا بعتمد معايير خاصة بالهسب وعندي كمؤسسة مطبقة لنظام هسب، بيكون عندي موضوع التصدير لدولة أخرى بيعتمد هذا النظام بيكون أسهل، وبكون في عمليات ثقة بين الدول وبين المستهلك وبين المستوردين بين بعض. وبالتالي ولاحظوا انه نحكي عن نظام عماله بحافظ على المنتج، وبالتالي فيه بيكون ثباتية للمنتج وفي سمعة جيدة لهذا المنتج، وبالتالي بيصير في عمليات تصدير للمنتج بطريقة او باخرى. طبعا في عندنا اتفاقيات، في عندنا اتفاقية الاس بي اس، وفي عندنا اتفاق المحددات الفنية للاتفاقية. طبعا ما بدي ادخل في تفاصيل الاتفاقية، بس هي مرتبطة بشكل او باخر في مبدأ التكافؤ اللي مفروض يكون موجود ضمن الدول اللي بينها اتفاقيات التجارة العالمية واللي معتمدين الكودكس اللي اوسط باستخدام نظام الهسب في المنشآت المتداولة للغذاء. طبعا في اكثر من طرق للتكافؤ بين الدول او اتفاقيات، لكن انا بحاول اركز على الامور الخاصه بنظام الهسب بطريقه او باخرى. في عندنا اكثر من لجنه اشتغلت على موضوع تطوير نظام الهسب، في عندنا منظمه التخطيط الاغذيه، في لجنه النصح الوطنيه، في عندنا اللجنه الدوليه للمحددات الجرثوميه، معهد العلوم الحياتيه. انا قد اكون يعني مش كثير يعني مهتم بموضوع اللجان وأسماها. أنا بهمني إنه الشخص اللي بيشتغل بنظام الهسب يكون عارف شو محتويات نظام الهسب، كيفية عمل نظام هسب، كيفية إنشاء نظام هسب، ما هو البنية الأساسية لنظام الهسب، كيفية تطوير خطة هسب لأي منتج كان. فبالتالي أنا بهمنيش كثير الأسماء، بس مهم جدا إني أشتغل على نظام الهسب. لاحظ إنه إحنا فينا مبادئ الهسب السبعة، وفي عندنا الخطوات العشر التسلسل المنطقي. المبادئ الهسب السبعه هي محتويه في العشر نقاط، بس خلينا نستعرض مبادئ الهسب السبعه. ما بهمني تحفظها، بس بل بالعكس هي لازم تكون عارفها عن ظهر قلب، لانه المبادئ الهسب السبعه تتضمن شيء منطقي مفروض ينعمل. يعني انت دائما اي عمليه نظام الهسب ببلش ب، بس احنا كمان شوي نبلش بالخطوات العشرة برضه بتيجي بشكل اسهل، باجراء عمليات تحليل للمخاطر. مجرد ما عملت اجراء عمليات تحليل للمخاطر بشوف المخاطر الاعلى خطورة، وبحكي عن هاي سي سي بي، هاي سي سي بي بعمل على تحديد حدود الها، ومن ثم بعمل نظام رصد. طبعا هاي كلها عندنا، ولا هذا كل واحد منهم من المواضيع هاي حيكون موضوع مفصل بطريقة او باخرى، فاحنا عمالنا بناخذهم بتفاصيل كامله. بعد هيك بعمل برنامج رصد لنقاط الضبط الحرجي او السي سي بي. ضمن نقاط الضبط الحرجي لابد من اجراء تصحيحي اذا صار في عندي اوت اوف رينج للنظام، خارج نقاط الضبط خارج حدود المقبوله او الاكسبتنس ليفل، ومن ثم عمليات التطوير والتوثيق بتيجي خطوات لاحقه لعمليات نظام الهسب. بوجود مخطط ال 12 خطوه التسلسليه، انا بالنسبه لي هو الاكثر تطبيقا في مجال تطبيق نظام الهسب. فعشان هيك احنا بنحكي عن اول شغله لابد اني اعمل تجميع فريق الهسب. عندي فريق لابد اني اكون، ودائما لما نيجي نحكي نظام هسب ما بزبط ان اللي ينشئ نظام الهسب شخص، اللي بيعمل على انشاء نظام الهسب فريق، و
والهدف من الفريق كمان شوي حنتناول شو هدف الفريق. وليش أنا بقول لازم يكون في فريق ما يكون شيء شخص. بعد ما أعمل فريق بعمل وصف للمنتج وباجي بحدد ضمن معايير معينة ماذا شو المنتج شو الغاية منه. الله أكبر الله أكبر عز الله أكبر. شو المنتج شو الغاية منه بعدين بحدد الاستخدام المتوقع للمنتج والفئات المستهدفة. من النهاية أنا هذا المنتج مخصص للعامة، مخصص للأطفال، مخصص اللي هي مرضى السيلياك ديزيز، فأنا بحدد الاستعمال. بعد هيك بحط مخطط لعمل رسم توضيحي لسير العمل. بعدين بنزل بتحقق من مطابقة المخطط اللي موجود عندي للرسم التوضيحي. بعد هيك ببلش موضوع تحليل المخاطر، خطوات السبعة تحليل المخاطر، ومن ثم وضع سي سي بي. بعد ما اوضع السي سي بي سي سي بيز بعمل عمليات بحط حدود حرجه، ومن ثم بعمل عمليات رصد لهذه للسي سي بيز بحط بعمل افعال تصريحيه، ومن ثم عمليات التحقق والتوثيق. حيتناولها كلياتها وحده وحده بالتفصيل. يعني هذا هو نظام الحساب. بس لازم انه نفكر، انا ما بدي تفهم نقطه بدون ما تفهم اللي بعديها. يعني بدي اياك تفكر فيها كتسلسل. انا بجمع فريق حسب، بعمل وصف للمنتج، بحدد، لانه هذا الحكي هو اللي بخليك تمسك او يعني تحيط بالنظام وتقدر تربط النظام بعض. اذا اخذت كل واحده لحال انت بكون بصير النظام غير مفهوم لك، بصير النظام بعثر بالنسبه لك. عندي نظام حسب، بدي اشكل فريق للحسب. هذا الفريق بيجتمع، بيعمل وصف للمنتج، بحدد الغايه من استخدام هذا المنتج، ثم بعمل رسم توضيحي للفلو ديجرام او مخطط سير العمل. بنزل بتاكد انه مخطط سير العمل عماله مطابق لما هو على ارض الواقع. بعد هيك بعمل عمليات التحديد للمخاطر، ومن ثم بحدد المخاطر اللي هي تعتبر سي سي بيز، بحط حدود حرجه، ومن ثم بعمل عمليات رصد لهذه الحدود والنقاط الضبط، مش لهذه الحدود، لنقاط الضبط الحرجه، تاكد انها ضمن الاكسبتنسيبل. فبالتالي هم بيجي موضوع الافعال التصريحيه اللي بتكون في حاله انه كان في اوت اوف رينج ضمن الاكسبتنس ليفل، ومن ثم عمليات الإجراءات التحقق والتوثيق اللي هني دائما بتبعن أي نظام جودي. فبهمني إنك تفهمهن كخطوات تسلسلية منطقية، وإحنا جوا كل خطوة من جوا كل يعني كونسبت بنفصل، بس المهم إنه هاي الكونسبت تكون واضحة للكل. بدنا نأخذ بريك لمدة 10 دقائق نصلي وبعديها بدنا نرجع، فخليكم معنا ما تتركونا. حسب وبلشنا بعمليات التحضير لنظام الحسب، ودائما دائما زي ما نحكي انه فيه لابد من بدنا نعيد نفس الجملة، لابد من وجود التزام اداري بالنظام الحسب حتى او التزام الادارة العليا بتطبيق نظام الحسب. فانا بعمل نقطة بداية، ولابد من التخطيط للمشروع، بيعتبروا هذا بروجكت. انا عندي منشأة الان اليوم، سواء منشأة قائمة أو منشأة بدي يعني أنشأها. يعني عندي two concepts، في عندي منشأة قائمة بحد ذاتها، وفي عندي منشأة هي في طور الإنشاء. على الجهتين أنا عمالي بنشئ نظام GMB، بنشئ نظام GHB، ومن ثم ببلش بإنشاء نظام الحسب، وهذا يعتبر البروجكت. فلما بعمل البروجكت دائما محتويات أي مشروع لابد من تخطيط خطط وتسلسل زمني ضمن مدد زمنية لتطبيق هذا النظام. لأن أنا بالنهاية في عندي إدارة عليا، في قد تكون الإدارة العليا مختلفة عن الأشخاص المالكين للمشروع، هذول الأشخاص بيختلفوا بين بعض. فبالتالي لابد من وجود مشروع بحيث أني أعطيهم المدة الزمنية، خطة التطبيق، الكلفة التقديرية، حتى أنه يكون عندهم القدرة على القرار من ناحية المضي في تطبيق نظام الحسب أو عدمه. وعلى فكرة اتخاذ القرار في بداية إنشاء نظام الحسب هي من الخطوات المهمة واللي كثير إيجابية، من ناحية أني أنا بتخذ القرار بالتطبيق وتحمل كافة الكلف، وإني أترك مجال خلال 6 أشهر خلال سنة لعمليات البدء بتطبيق نظام الحسب.
حتى يكون نظام الهسة فعال، أو إني أقرر إنه عدم تطبيق نظام الهسة، وبالتالي بقلل أي كلف ممكن أكون هدفعها في التطبيق في البداية ومن ثم أتراجع عن النظام الهسة. فموضوع وجود البروجكت ضمن خطة زمنية، ضمن مدة زمنية، ضمن كلف، بيساعد كثير في اتخاذ القرار في وقت مناسب، وبالتالي بيكون في كلف منطقية لعمليات التطبيق أو لعمليات عدم التطبيق. فمهم جداً أن نحط نظام الهسب ضمن البروجكت واضح، ودائما نبين الفوائد الخاصة بنظام الهسب ضمن هذا البروجكت، الجدول الزمني والموارد المطلوبة والمعدات الإضافية، يعني كلها هاي ضمن البروجكت اللي أنا بكون حاطها، بكون عامل أنا بروجكت خاصة بالنظام الهسب، وبكون عمالي بشتغل على توفير أنه توضيح للإدارة من ناحية هل موضوع تطبيق نظام الهسب ماذا سوف يحتاج من أدوات، من معدات، من موارد، من أشخاص، من أخصائيين، شو الخطوات اللي أنا بحاجة لها، شو الأدوات اللي بحاجة، شو المختبر اللي بحاجة له، كلف تقديرية، المدة الزمنية اللي أنا بحاجة لها حتى أبلش أطبق نظام الهسب، ومن ثم بحكي عن الفوائد الخاصة لنظام الهسب، وبجوز أكثر الفوائد تتعلق ب النظام التجاري اللي احنا بنحكي بجوز حكينا عنه بشكل مباشر، انه تطبيق نظام الهسب بيعني اني انا عمالي بعمل على رفع من ثباتية ورفع جودة المنتج لأعلى المستويات، وهذا التطبيق بيعني انه بيفتح لي اسواق اخرى عمالها بتعتمد نظام الهسب لغايات ضبط المخاطر ضمن المنشآت المتداولة للغذاء، عمالي بحتفظ، عمالي بكسب زبائن وبحتفظ بالزبائن الحاليين لانه في عنده منتج عماله بعطيني ثباتية عالية، وعماله بعطيني نقطة الجودة ودرجة الجودة المطلوبة. ودائما التخطيط لمشروع الهسب بيكون في عدة أسئلة بنحطها، شو نقطة البداية، شو حجم المهمة، شو المصادر، وبحدد دائما الأولويات ومن ثم عمليات الإتمام. فدائما موضوع الهسب بيكون ضمن مشروع أو بروجكت، لابد إنه هذا البروجكت بيتضمن كل الموارد، كل المتطلبات، الخطة الزمنية الخاصة بتطبيق نظام الهسب. لاحظوا أن المشروع بيتطلب بشكل أو بآخر تحديد وتعريف الأهداف، لابد من يكون عندك أنا كنظام هسب تحديد للأهداف وتعريف لهذه الأهداف. ثاني شيء بده يكون عندي لوائح إسناد، في عندي لوائح حيوية، تحليل مسار حرج، يعني في ضمن خطة الهسب، ضمن مشروع الهسب لحد الآن ما دخلنا الهسب، ضمن مشروع الهسب إحنا حاليا في المرحلة الأولى، إنه أنا عمالي بعمل بروجكت خاص للإدارة، بحدد فيه الوقت الزمني، خطة تطبيق نظام الهسب، الوقت اللي بحاجة له لغايات تطبيق نظام الهسب، ومن ثم بعرض على الإدارة لغايات الإقرار والمضي قدما أو التوقف عن هذه الخطة. ممكن أقسم خطة المشروع الهسب إلى مراحل، وفي كل مرحلة أحط فيها مدة زمنية وجدول زمني، ومن ثم أحط خطط مستقبلية. مهم جدا التوقيت يكون متناسب مع حجم المهمة أو الخطوة اللي عمالي بشتغل فيها ضمن نظام الهسب. يعني ما بزبط أني أحط عمليات تحليل المخاطر لنقاط الضبط لكل منتج، مثلا أجي أحطها أسبوع وعندي 20 منتج، ضمن أسبوع ما بلحق أعمل لا هسب بلان، ولا بعمل بقدر أعمل مراجعة، ولا بقدر أعمل وصف لمنتج، ولا بقدر أعمل سي سي بيز، ولا بقدر أعمل فيريفيكيشن ولا تحقق. فالموضوع مش مرتبط بأنه تعطي أوقات زمنية مناسبة للخطوة أو الأداء اللي عمالي بشتغل عليها ضمن نظام أو مشروع الهسب. طبعا نظام الهسب ممكن يطبق على منتج لحاله، ممكن يطبق على أجزاء متميزة من الآلية، ممكن يكون خطي أو حدي، وممكن يكون شامل بحيث يشمل كل الخطوط. بس بالنهاية برد برجع بحكي إنه نظام الهسب ممكن يكون على خط أو على جزء أو على كامل منشأة، أوكي، على كامل الخطوط، بس بالنهاية لكل منتج خطة هسب لحال، كل منتج بدي أشتغل عليه له خطة هسب منفصلة. طبعا برجع انا احيانا بحكي فريق عمل الهسب، طبعا لابد اني انا اجي اركز في فريق عمل الهسب. طب ليش انا بحكي فريق؟ لاحظ انه فريق عمل الهسب بيكون
متعدد الأطراف، يعني ما بزبط أن يجيب مثلا على سبيل المثال أنه كل فريق الحسب يكون مهندسين زراعيين، ما بزبط. لابد أن يكون عندي شخص مهندس زراعي، عندي مثلا إذا كان في لحوم طبيب بيطري، عندي إذا كان كيميائي، عندي شخص من الإنتاج، عندي مهندس ميكانيك. لابد من تعدد الأطراف، ولابد أن يكون في عندي تسلسل وظيفي. ما بزبط أنه كلهم المشاركين في فريق الحسب كلهم يكونوا مدراء، ما بزبط. لابد من التعدد، لأن أنا بالنهاية بدي أعمل نظام يعني بسيط قابل ومفهوم معرف قابل للتطبيق. ما بدي أنا أحط بس إنه ضمن الكرايتيريا الخاصة بالمدراء اللي ممكن يكون بيستوعب كونسبت معينة، عنده مهارات معرفية معينة، أجي أنشئ النظام على حسب المعارف والكونسبت اللي بيعرفها. ومن ثم النظام لما يعلن للعاملين يكون غير مفهوم لدى العاملين، فبصير عمليات تطبيق مش مطلوبة. مهم جدا يكون الخبرة موجودة، حجم قادر العمل، يعني أنا بالنهاية بدي فريق عمل لا يكون كبير كثير ولا يكون صغير، يعني مش 2 ولا هو 30 واحد اللي ما أقدر أجمعهم. في النهاية فريق الحسب لابد يكون حجمه مناسب للمهام اللي أنا عمالي بشتغل فيها. كثير من الفرق الحسب بتيجي ما بين 6 إلى 7 أشخاص، بكونوا منوعين ما بين الإنتاج، بين الصيانة، بين المشتريات، وبين الجودة نفسهم. فبالتالي بكون في تعددية بالأطراف. شو الهدف إنه يكون في تعددية بالأطراف؟ ليش أنا باجي بقول إنه ليش أعمل فريق حسب؟ يعني دائما هذا السؤال بنسأل، ليش أنت تعمل فريق؟ ليش ما يكون في عندك شخص بيبني النظام وبيعمل نظام؟ لأنه موضوع الحسب في عندنا شيء اسمه تحليل مخاطر. وإذا بنحكي عن تحليل مخاطر، بنحكي عن تحليل مخاطر فيزيائية، كيميائية، جرثومية، في كل خطوة تصنيعية. لاحظ، فيزيائية، جرثومية، كيميائية، في كل خطوة تصنيعية. فبالتالي أنا مهم بالنسبة لي إنه لما بحكي عن عمليات ضبط وتحليل لهذه المخاطر يكون عندي تعددية، في تنوع. ثاني شيء، أنا بدي أعمل عمليات قراءة، بدي أركب أجهزة، بدي أعمل عمليات ضبط، بدي أحط نقاط ضبط حرجة، وبدي أعمل إجراءات قراءة وضبط لهذه النقاط الضبط الحرجة. بدي يكون عندي أشخاص ذات علاقة بموضوع الميكانيك، ذات علاقة بموضوع الآلات. فبالتالي أنا مهم جدا إن يكون عندي أشخاص متعددي الفكر، حتى أقدر أعمل عمليات تحليل، حتى أقدر أعمل عمليات الضبط. يعني في جزئيتين، في جزئية تحليل وفي جزئية تحكم وضبط المخاطر، حتى أقدر أشتغل على الاتجاهين. في عمليات التحليل وتقدير المخاطر بده يكون عندي أشخاص من ذات علم مختلف، وعندهم القدرة على القابلية على الرجوع إلى مصادر علمية، يقرأوا، يشوفوا، يعني لاحظ. يعني بس نقرب هيك على السريع عشان حناخذ كل هذا، بس مهم جدا. الآن لما بدي أبلش بأي خطوة تصنيعية بأي شيء، بدي أحكي عن السلام مثلا، فباجي بسأل المنتج اللي عم المواد المستلمة. خلينا نحكي إنه هذه الخلطة ضمن البسكوت، بدي أصنع منتج بسكوت، وعندي طحين، عندي سكر، عندي مواد مثخنة، عندي مواد منكهة، عندي مواد ملونة. خلينا نفترض إنه عندي هذه المواد كلها. لاحظ، كل مادة من المواد هاي بدي أدرس ما هي المخاطر الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية اللي متأتية من هاي المكونات ضمن خطوة الاستلام. فبالتالي الموضوع مش بسيط، يعني أنا بدي أحكي عن بحث، يعني ما في حدا بيعرف كل المخاطر، ما في حدا بيعرف كل المخاطر الموجودة ضمن كل منتج ضمن خطوة تصنيعية. بدنا نرجع لمراجع علمية نتأكد شو المخاطر الموجودة، بعد هيك نرجع شو آلية التحكم بهذا المخطر، ومن ثم بدنا نطبق هاي آلية التحكم على الواقع. فبالتالي الموضوع متعدد الأفكار. وثاني شيء، في شيء اسمه thinking، برين ستورمينج، اللي هو العصف الذهني، لأنه في النهاية أنا بحاجة لعصف ذهني ضمن فريق الحسب، بحيث يتم إثراء موضوع تحليل المخاطر وضبط المخاطر لغاية الوصول إلى آليات ومعرفة المخاطر
وتحديد الآلية لضبط هذا المقطع. فبالتالي موضوع العصف الدهني اللي موجود بين فريق العزب مهم جدا، موضوع التنافسية بين الأشخاص مهم جدا، لأنه في النهاية أنا عمالي بعمل عمليات تنافسية بين الأشخاص، بحيث إنه الكل عماله بحاول يحصل على المعلومة الصحيحة ضمن فريق بنسميه فريق الحسب. فهنا أجا الكونسيبت بتاع فريق الحسب وقال إنه لابد من وجود فريق الحسب. وأنا بجوز أنا حكيت هاي إنه بيكون في مداخلات فوائد استخدام الفريق، وبكون في بيئة تنافسية وفرص للتدريب. برضو كمان نقطة مهمة إنه أنا عندي 3 4 موجودين عمالهم بيكتسبوا خبرات من بعض، فبالتالي بصير عندهم نقل للمهارات بين بعض. طبعا مسؤوليات فريق العمل، أول شيء بدهم يخططوا لمشروع الحسب اللي احنا حكينا عنه، هو بروجكت مشروع. فبالتالي هذا المشروع بيقوموا بدراسته وكتابة خطة للحسب، ومن ثم بيعملوا سريان لمفعول الخطة وبيقدموا رؤية، وهاجز الرؤية تكون يعني بطريقة أو بأخرى هي فوائد تطبيق الحسب ضمن المشروع أو ضمن الخطة اللي موضوع على منتج المادة من مصنع معين. فبالتالي وبعد هيك بيعملوا خطة للاتصال والتدريب ومراجعة الانحراف في نقاط الضبط الحرجة. يعني مهام الفريق متعددة ضمن الفريق الحسب اللي عماله بيشتغل. لاحظوا انه مهارات فريق الحسب تكون متنوعة، لما حكينا انها متنوعة من ناحية الادارة، من ناحية تحليل المخاطر، من ناحية تقدير التحكم بآليات العمل، من ناحية التدقيق. فبالتالي عندهم معلومات. لاحظوا انه الحسب بيعتمد بشكل او باخر على الدوكيومنتيشن والتوثيق، والدوكيومنتيشن بحد ذاته ليس اوراق يتم حفظها، وانما هي اوراق فيها داتا، والداتا هي لابد من التعامل معها وتحليلها. فبالتالي موضوع المعلومات، تحليل المعلومات مهم جدا، لانه الفيدباك اللي بعطيك اياه هذه المعلومات هي على اساسها تتخذ في قرار بتطوير النظام باتجاه او باخر. يعني بجزء عمليات التدريب لفريق الحسب من الشغلات المهمه جدا اللي احنا بنحرص على موضوع التدريب لفريق الحسب. بالعكس يعني احنا فريق الحسب لابد من تدريبه، والعاملين في المنشآت اللي بيتم فيها تطبيق الحسب موضوع التدريب هو موضوع مهم يعني بشكل او باخر. بس فريق الحسب بالذات بيتم تدريبهم حتى يقدروا يتمكنوا من عمليات انشاء النظام، بناء المشروع، تحليل المخاطر. المهام اللي عمالنا احنا بنحكي منه كلهم فيها لابد من انه نبلش نعمل عمليات تدريب حتى نقدر نصل للنتيجه المطلوبه. الان في بيكون قائد لفريق الحسب، وهذا القائد بيختار اعضاء الفريق المناسبين. في الغالب كثير من الحالات انه قائد فريق الحسب بيكون مدير الجوده، يعني بيكون في شخص او رئيس قسم الجوده اللي هو دائما الشخص المعني بالجوده. يعني الشخص المعني بالجوده هو بيكون قائد الفريق للحسب. هذا الفريق الحسب قائد الفريق بيختار اعضاء الفريق وبيعمل عمليات الاداريه. دائما اي قائد فريق هو اللي بيقوم بعمليات اختيار الفريق، تنظيم عملهم، واستخراج افضل ما لديهم ومن طاقات وامكانيات لغايات الوصول الى نتيجه افضل. يعني افضل قائد هو اللي بيقدر انه يطلع كل الامكانيات اللي موجوده ضمن العاملين ضمن الفريق حتى يقدر يوصل لنتيجه مرضيه من ناحيه تحقيق الاهداف لنظام الجوده اللي احنا هسه حاليا بنحكي عنه، هو نظام الحسب. طبعا هو في النهايه بيشتغل بشغل اداري. طبعا بدي يكون عندي فيه اجتماعات لفريق الحسب، واجتماعات فريق الحسب ممكن تشمل جدول الاعمال، وهي دائما احنا بنحرص على انه يكون في جدول اعمال ببين فيه الحاضرين، ببين فيه المناقشات اللي تمت، التوصيات اللي تمت، لانه في النهايه هاي جداول الاعمال بيتم الاحتفاظ فيها كدوكيومنت ضمن نظام الحسب لغايه معرفه انه في عمليات دراسه وتحقق بين المخاطر. هاي الجزئيه الاولى اللي هو موضوع اللي احنا بلشنا فيه اللي هو فريق الحسب تحليله والمهام الموكلة له، القائد فريق الحسب. هاي كلها تتناول يعني تركزنا عليها في الجزئية الأولى اللي احنا لغاية الآن بنحكي عن فريق حسب عماله بيجتمع مع بعض بيجهز لإنشاء مشروع. هذا المشروع ضمن خطط زمنية محدد الأهداف عمالي أنا بشتغل عليها
فبتأكد فبضطر إني أعمل الخطط الزمنية ضمن مدة زمنية محددة، ولا بد من الالتزام، ويكون المدة الزمنية هاي منطقية بحيث تؤدي النتيجة اللي بدي إياها. لو بلشنا الآن نبلش من مبادئ الحسب السبعة، وجزء أهم شغلة في إحنا من بلشنا بعمليات إجراء، حكينا عن مبادئ الحسب السبعة، بنبلش بإجراء تحليل، وهان حكينا عن المخطط المنطقي إذا ذكرناهن قبل شوي. أوكي، جزئيتين، جزئية الخطوات السبعة والخطوات الاثناش. الخطوات الاثناش بشمل الخطوات السبعة. أوكي، يعني لو أخذت أنت هاي الخطوات السبعة، من إجراء تحليل المخاطر، تحديد نقاط تحكم الحرجة، تحديد حدود، إنشاء رصد، ومن ثم إجراء تصحيحي، إجراء correction action، ومن ثم عمليات تطوير إجراءات التوثيق. لو أنت مشيت على التسلسل رقم 12 بتلاقي إنه موضوع المخاطر المحتملة يبلش بنقطة 6. أوكي، وبكمل بنفس النقاط اللي احنا عمالنا بنحكي فيها، بس الجزئية الأولى بنحكي عن تجميع فريق الحسب، بعدين وصف المنتج، تحديد الاستخدام المتوقع، تصميم رسم توضيحي، التحقق من انه رسم التوضيح مطابق، وضع مخاطر، تحليل مخاطر الآن، بعدين السي سي بيز، حدود حرجة، عمليات راست، كوركشن اكشن، تحقق وتوثيق. فبالتالي الخطوات ال 12 احنا عندها بتبلش من نقطة 6 اللي هي المبادئ السبعة. اوكي، يعني الجهتين عمالهم بيشتغلوا على نفس، لاحظ انه موضوع تطوير نظام الهسب ببلش من موضوع التخطيط، ومن ثم لاحظ اي شيء، تخطيط، دراسة، تطبيق، توضيح واستمرارية، اللي هي دائما انا بخطط ومن ثم بفعل، بلان دو اكت تشيك، بلان دو اكت تشيك، يعني نفس المبدا اللي بنحكي عنه، بلان دو اكت تشيك، بي دي اي سي. اوكي، بلان دو اكت تشيك، لان احنا من كثير من الناس حاليا هذا المبدا مشهور في عمليات التجهيز لاي نظام جوده، حتى في نظام الايزو 22000 بالبي دي سي اي اللي هو بلان دو اكت تشيك، اللي هو مبدا من مبادئ التحضير و التجهيز لتطبيق نظام الايزو. فهو دائما في تخطيط، ومن ثم في فعل وتطبيق، ومن ثم بعد التطبيق بيكون في تاكد وتحقق من فعاليه النظام، بلان دو اكت تشيك. اوكي، في عندنا الهسب بلان، خطه الهسب، وخطه الهسب هي وثيقه دائما بتكون موجوده لغايات ان تشير الى المخاطر المتوقعه ضمن الخطوات الإنتاجية لإنتاج، ضمن الخطوات الإنتاجية لإنتاج منتج ما. في عندنا خطة اسمها خطة حسب بتحدد المخاطر المتوقعة وآليات التحكم فيها، هاي بنسميها وثيقة حسب. يعني ضمن خطوات التصنيع لأي منتج، ضمن خطوات التصنيع لأي منتج يوجد مخاطر متوقعة في كل خطوة إنتاجية، هذه المخاطر يتم ذكرها ويتم ذكر آلية التحكم بها. فبالتالي هنا بيجي إنه شيء اسمه خطة الحسب. طبعا خطة الحسب بتشمل مخطط بيان العمل ولوائح التحكم الخاص. احنا يعني دائما خطة الحسب تشمل خطوات الانتاج، انا عندي فلو دايجرام ببلش من الاستلام، ومن ثم ستورينج، تخزين، ومن ثم عمليات الميكسينج، ومن ثم عمليات، خلينا نفترض المعاملات الحرارية، ومن ثم عمليات الباكيجينج، ومن ثم الستورينج للفاينل برودكت، ومن ثم الديستريبيوشن. انا نفترض انه هاي خطوات تصنيعية، انا باجي بكل خطوة تصنيعية باجي بتسأل عن المخاطر الميكروبية والفيزيائية والكيميائية المتوقعة من كل خطوة تصنيعية، من كل خطوة تصنيعية بسأل عن كل المخاطر، ومن ثم بطرح أسئلة كيفية التحكم فيها. فهنا بيجي فريق الحسب بحط المخاطر وبحط آلية التحكم فيها، هاي بنسميها الحسب إبلاغ. طبعا بعض الوثائق المهمة جدا، ملفات تحليل المخاطر، تشريعات شجرة القرار، هاي كلياتها ضمن بتكون موجودة ضمن الوثائق الخاصة بنظام الحسب. الاجتماعات اللي بتكون لفريق الحسب، وصف المنتج،
إذا تم أي تعديل في عمل الفلو ديجرام، لاحظوا أنه أي تعديل في العملية الإنتاجية، أي تعديل في مكونات الإنتاج، أي تعديل في مكونات التعبئة والتغليف، بيعني أنه لابد من إعادة النظر في التحقق من أنه نظام الهسب فعال وتطوير نظام الهسب بطريقة تضمن أنه المنتج وتضمن من أنه المنتج سليم وفعالية النظام. فبالتالي أي تعديل في عملية إنتاجية، أي تعديل في أحد مكونات المنتج، أي تعديل في أحد مواد التعبئة والتغليف، أي تعديل في ظروف التخزين، بيعني أنه لابد من إعادة النظر في نظام الهسب الخاص بهذا المنتج وإعادة التحقق من فعالية هذا النظام للتأكد من أنه النظام عماله بيأدي الغرض اللي مطلوب منه من سلامة وجودة المنتج النهائي. فبالتالي إحنا دائماً وبنشتغل على هذا الموضوع. طبعا بجوز هنرجع وحكي عن موضوع المخطر، وقال وهنا نحكي عن هازارد، لاحظوا هازارد ما بنحكي عن ريسك، هازارد بنحكي عن مخاطر ميكروبيه كيميائيه وفيزيائيه. وفي النهايه الهدف كان انه اعرف انا في نظام الهسب متى سوف ابدا بهذا النظام، متى سوف انتهي الخط المشروع هذا، على اي اساس كم مده زمنيه بده بدي اعمل، ما هي الموارد الماليه، ما هي الموارد الآلات، ما هي الموارد البشرية اللي أنا بحاجة لها. فبالتالي بعمل مشروع متكامل يشمل جميع المكونات. في أول خطوة بجوز هنا نرجع عشان ما حدا ينسى، قلنا بنشكل فريق الهسب. فريق الهسب شو بعمل؟ وصف للمنتج. وأنا جينا على وصف المنتج. أوكي، وصف المنتج بتضمن العديد من الكرايتيريا. لاحظوا أن وصف المنتج بتضمن العديد من الكرايتيريا. في أول شغلة من وصف المنتج اللي هو اسم ونوع المنتج. أنا في النهاية شو المنتج اللي أنا بدي أنتج؟ بدي أنتج حليب مبستر منكه، حليب مبستر. بدي أكون عارف شو المنتج اللي أنا عمالي بشتغل عليه. مهم جدا. المواد الخام، شو المكونات، المواد الانجريدينتس اللي أنا بحاجة، اللي أنا بتدخل في عمليات تصنيع المنتج. مهم جدا. تفاصيل التصنيع، طريقة الحفظ، فكلياتها تدخل ضمن وصف المنتج. عوامل الضبط الداخلية، مدة الصلاحية، نوع التوضيب، أنا بدي أشتغل ضمن بسترة، ضمن عمليات المعاملات حرارية، بدي أحدد المعاملة أو نوع التوضيب اللي أنا بدي أشتغل فيه، مين هم الأشخاص اللي بدي يستهلكوه، بكون في المرحلة اللي بعديها، فئة الاستخدام والغاية من الاستخدام. ظروف التخزين مهمة جداً، شو أنا بدي أخزن المادة ضمن ظروف درجة حرارة الغرفة، ضمن حرارة الثلاجة على زائد 4 درجة مئوية على ماينس 18. هذا كله يعتبر وصف للمنتج. والغاية المستخدم منه، هاي الخطوة رقم 3، الغاية من استخدامه، أنا بدي أستخدم هذا المنتج للأشخاص العامين، الأشخاص السليمين، الأشخاص. ولاحظوا ليش أنا بحدد الغاية، لأنه لما نأخذ علم سلامة الغذاء بنحكي عن الأشخاص الأكثر عرضة للتسمم الغذائي. فبنحكي عن كبار السن، عن الحوامل، عن الرضع، عن المرضى. فهذول الأشخاص لما بشتغل لهم أي غذاء، فبالتالي لازم يكون ببالي أني أنا بدي أزيد درجة ثباتية المادة الغذائية، بحيث أنه أزيد من، لأنه الأشخاص هذول عندهم عدم قدرة على تحمل أي نوع من أنواع التسممات الغذائية، هذول أكثر عرضة للتسمم الغذائي. فبالتالي أنا لازم أكون حريص على أن المنتج المخصص لهم أو لهم غاية في أني أحرص على أنه يزيد من ثبات. إذا بنيجي في المجمل، معظم المواد الغذائية بتلم إنتاجها للعام، يعني معظم المواد الغذائية ما بنتجها أنا بقول للأصحاء البالغين، مثلا للصحاء البالغين الغير مرضى، ما بحكي هيك، بحكي لكل الناس. حتى ما بقولش انه هاي الاشخاص في الغالب، يعني الاشخاص فوق عمر 16 سنة. فبالتالي معظم المنتجات اللي انا بتم انتاجها للعامة. فلذلك لما بنعمل منتج بالطريقة هاي، منتج للعامة، لابد يكون في بالنا انه انا درجة ثباتية هذا المنتج ودرجة الامان في هذا المنتج يجب أن تكون في أعلى جودة وفي أعلى ثباتية وأعلى سلامة، لأنه أنا في عندي أشخاص هم أقل قدرة على تحمل أي نوع من أنواع التسمم الغذائي، وهم أكثر عرضة للتسمم الغذائي. هذول من الأشخاص اللي أنا مستهدفهم. فبالتالي
المنتج تاعي لازم يكون نباتيته عالية. لذلك احنا مثلا بنحكي انه هذه المادة الغذائية تم تصنيعها وتم توزيع 1000 وجبة، واللي تناولها 1000 وجبة تم تسمم 50 واحد. تم فعليا هذا الحكي منطقي، لانه في عندك اشخاص عندهم اكثر عرضة للتسمم الغذائي، فبالتالي مش كل الاشخاص حينصابوا بتسمم غذائي. طبعا المخطط البياني بعد هيك لاحظوا احنا قلنا تشكيل فريق الهسب، بعد ما شكلنا فريق الهسب عملنا وصف المنتج، بعدين قلنا القائمة من استخدام المنتج، ومن ثم المخطط البياني. لما بنحكي عن المخطط البياني بنحكي عن الفلو دايجرام، يعني عمليات التصنيع، بنحكي عن عمليات الاستلام، عمليات التخزين، عمليات الخلط، عمليات التعبئة، عمليات المعامل الحرارية، عمليات التخزين للمنتج النهائي. فبالتالي هي كلها عمليات ضمن الخطوات التصنيعية، بس مهم جدا أني أذكر جميع هذه العمليات وأذكر ظروف التخزين. يعني أنا ما بزبط أني أحطهم بس هيك من A to Z، بدي أكون حريص جدا أني أذكر ظروف التخزين وأذكر وين في مكونات عمالها بتدخل. يعني إذا أنا المكونات مثلا على سبيل المثال في البداية أنا أضفت جزء من المكونات، ومن ثم أضفت في مرحلة ما مكونات أخرى، لازم أشير أنه هنا تم إضافة المكون هذا، هنا تم إضافة المكون هذا. فبالتالي أنا بعطي في كل مرحلة تصنيعية المكونات اللي عمالي بشتغل عليها، حتى أقدر أكون عارف، لأنه هذا مهم جدا في موضوع إيش، في موضوع تحليل ودراسة المخاطر. لما أنا بعمل عمليات تحليل ودراسة المخاطر لابد من أني أحدد المخاطر بكل خطوة تصنيعية. فموضوع إضافة المكونات بيأثر على قراري في موضوع التحليل للمخاطر. إذا كان عملية إضافة مكون في مرحلة ما، قد يكون هذا الخيار غير سليم، وممكن أعدل العملية التصنيعية لغياب ضمان أكثر جودة أعلى وسلامة للغذاء أكثر ضمن خطوة تصنيعية ما، فعدل عملية تصنيعية. فبالتالي هم بيجي دراسة المخاطر. لما بعمل أنا مخطط بياني لابد أني أذكر كل ظروف التخزين، أذكر في كل مرحلة المكونات اللي بتدخل ضمن العملية التصنيعية، فبالتالي بذكر كل المكونات ضمن كل خطوة. أوكي؟ طبعا بعمل تطبيق بالغالب أقوم بتقييم هاي الخطوات، بذكر تفاصيل العملية زي ما حكينا، وبوضع بقائمة بالنشاط وليس بالمعدات. يعني أنا لما أذكر عمليات التعبئة ما بقول والله عملية تعبئة هاي بالجهاز، أنا بالنهاية هاي عملية، الهدف من ذيك العملية هي عمليات التحليل للمخاطر. بعد هيك أنا في عندي عمليات تحليل المخاطر، يعني اللي بيعمل عندي جهاز البسترة نوع X ولا Y ما بيهمني بالنهاية، إنه عماله بعمل عمليات بسترة، العملية بحد ذاتها هي عملية البسترة، هي هاي اللي بتهمني وهي هاي اللي بتتحكم في العملية عندي. لاحظوا مثلا هاي مثلا أحد الخطوات اللي مثلا عملية تصنيعية، لاحظوا إنه هاي مش مكتملة العملية التصنيعية، في عندي عملية استلام، عملية تخزين حفظ، عملية تجهيز، عملية تحضير، عملية تقديم، تبريد، إعادة تسخين، تقديم ملاحظة. رح نحكي عن عملية مثلا عمليات في المطعم مثلا، بس هاي العمليات لابد من ذكر ظروف التخزين اللي فيها، لابد من ذكر ترقيمها، لابد من ذكر المكونات اللي داخلة في كل مرحلة. هاي عملية مثلا، بس هي بالنهاية بالمجمل هي فلو دايجرام عمال بمثل عملية تصنيعية بشكل أو بآخر، لابد من إضافة بعض المكونات يقدر يتلائم مع نظام الهسب بالطريقة اللي احنا بنحكي فيها. احنا حكينا اول شيء ايش؟ تشكيل فريق الهسب. بعد ما سولفنا عن تشكيل فريق الهسب شو حكينا؟ بدي اعمل وصف للمنتج. بعد ما اعمل وصف للمنتج قلنا بدي احدد الغاية من استخدام المنتج. بعد ما حدد الغاية من استخدام المنتج شو بدي اعمل؟ بدي اعمل فلو دايجرام اللي حكينا عنه، وقلنا بدي احط في كل خطوات التصنيعية بالعمليات التصنيعية وليس بالآلات، بدي رقم هذه الخطوات، بدي حط كل المواد المضافة ضمن كل عملية تصنيعية، ويحدد العملية التصنيعية من A to Z. بدي يرجع بعد هيك يتحقق، لأنه أنا العملية التصنيعية اللي بحطها إذا ما تأكدت منها كل نظام تحليل وضبط المخاطر تأتي مبني على العملية التصنيعية. قراري إنه هاي النقطة CCB أو لا
مبنية على عملية تصنيعية. قراري إنه هاي في مخطر وفي إجراء لازم يكون في عملية ضبط المخطر مبنية على عملية تصنيعية. فبالتالي موضوع التأكد من المخطط البياني بيكون مهم جدا. يكون في فريق حسب بنزل بتأكد في بتأكد إنه تم إنه الفلو ديجرام اللي موجود على الواقع على الورق هو مطابق لما هو على الواقع. إذا في أي عملية في أي خطوة، أحيانا مثلا على سبيل المثال بيكون في شخص مثلا بيعمل عملية قطع يدوي مثلا، أو شخص بيعمل مراقبة عينية بصرية فيجوال انسبكشن، وإذا في أي عيب تصنيعي بشيلها، بتكونش محطوطة مثلا في الخطوات التصنيعية، لابد من إضافتها لأن هاي ممكن تأثر على مخطط من المخاطر. فبالتالي العملية التصنيعية عملية متكاملة بتم، لابد من التحقق من إنه اللي عماله موجود قدامي واللي أنا على أساسه بدي أبني قراري في تحليل وضبط المخاطر، واللي على أساسه بدي أبني قراري في التحكم بالمخاطر، وعلى أساسه بدي أبني قراري في تحديد نقاط الضبط الحرجة هي العملية التصنيعية. فبالتالي لابد من أتحقق إنه العملية التصنيعية اللي تم ذكرها هي نفسها اللي عملية التصنيعية اللي موجودة ضمن اللي عمالي بحكي عنه. الآن لو بلشنا شوي هيك بتحليل المخاطر، يعني كويس إذا بلشنا شوي ناخذ عن تحليل المخاطر لأنه الجزئية هاي مهمة، وبكرة برد نرجع إحنا حنرد نرجع نراجع ونكمل. لاحظوا إنه موضوع تحليل المخاطر بتعلق في جمع معلومات تخص المخطر، وبالتالي معرفة هذا المخطر. يعني في أول خطوة أنا عندي بتحليل المخاطر هي معرفة المخطر. في النهاية عندي مخطر بيولوجي، مخطر كيميائي، مخطر فيزيائي. ما هو المخطر البيولوجي والمخطر الفيزيائي وما هو المخطر الكيميائي؟ ومن ثم تقدير، إذا أنا بدي أعرف المخطر ومن ثم بعمل له تقدير، توزين المخطر، وهذا الحكي بيعني تحليل. يعني معرفة المخطر وتوزين المخطر هذا بيعني تحليل للمخطر. وبجوز احنا اكثر دائما بدنا نقول البروبابيلتي الاحتمالية ضد السيفيريتي اللي هي الشدة، الاحتمالية ضد الشدة هي اكثر مكونين رئيسيات بالنسبة لتحليل المخطر وتوزين المخطر. يعني لما انا بدي اعمل عملية تحليل للمخاطر بحكي كم هي احتمالية وجود المخطر ضمن خطوة تصنيعية ما، ضمن منتج ما، ضمن مادة ما، وكم شدة المخطر ضمن هذه الخطوة التصنيعية وضمن المنتج. فبالتالي بحط الاحتمالية ضد السيفيريتي أو الشدة، بيعطيني تحليل المخطر وبيقدر لي درجة الخطورة الخاصة بالمخطر. لاحظوا انه احنا اذا بنحكي عن تحديد المخاطر فكثير عندنا بيجي موضوع تقدير المخاطر، تقدير كيفيه ضبطها وتحليل المخاطر. طبعا ده موضوع تحديد المخاطر وتحليل المخاطر هم موضوعين مرتبطات ببعض، بحيث انه لابد من معرفه، كم يعني ضلينا نحكي بنفس الموضوع، لابد من معرفه المخاطر لغايات تقدير هذه المخاطر ولغايات ضبطها وتحليل هذه المخاطر، ومن ثم عمليات التحكم بهذه المخاطر. طبعا لاحظوا انه انا اول مرحله دائما بحط المخاطر المتوقعه، لاحظ انه بحط مخاطر ومن ثم بعمل تحليل، والتحليل قلنا بيشمل موضوع التقدير بحيث اللي بحط احتماليه المخطر وشده المخطر، ومن ثم بوضع مقاييس التحكم. يعني انا بضلني اعيدها عشان تتصل لكم، بقول خطوه تصنيعيه ضمن منتج ما، لما قبل شوي ذكرت الخطوة التصنيعية لمنتج البسكويت في مرحلة الاستلام ضمن منتج الطحين مثلا، ما هي المخاطر الفيزيائية المتوقعة من استلام مادة الطحين في ضمن الخطوات التصنيعية لغايات صناعة البسكويت. ثم بسأل ما هي احتمالية وجود هذا المخطر، ما هي شدة هذا المخطر إن وجد، ومن ثم بيجي السؤال اللي بعديه ما هي الإجراءات المتبعة لعمليات التحكم بهذا المخطر. فلاحظوا أنه الأسئلة عمالها، بس هذا الحكي بيعني إيش؟ وقت، جهد، دراسة، تفكير، يعني في اجتهاد في موضوع عمليات تحليل المخاطر وضبطها. يعني الموضوع مش بسيط، الموضوع بحاجة لجهد، بحاجة لقراءة،
بحاجة، ما في حدا بيعرف كل شيء عن المخاطر، ما في حدا بيعرف كل المخاطر الموجودة في الدنيا. في النهاية بتتكون عندك خبرات خاصة بالمخاطر، تكون عندك خبرات بيولوجية كيميائية فيزيائية، لكن لا تعلم كل المخاطر ضمن خطوات تصنيعية ضمن منتجات الدنيا كلها. فبالتالي لابد من الدراسة، لابد من الرجوع لمصادر، توثيق المعلومات، الرجوع لمصادر موثقة لغايات تحليل وتقدير المخاطر. لاحظ انه في مرحلة وضع قائمة بالمخاطر، بحط كل المخاطر اللي موجودة وبصنفها لمخاطر جرثومية كيميائية فيزيائية تحسسية. بجوز كثير احنا لما بنشتغل على موضوع المخاطر التحسسية، خلينا نتناول المخاطر التحسسية، لما بنتناولها بناخذها بالجزئية الأولى. كثير من الحالات لما يتم دراسة المخاطر، مخطر الحساسية بيتم وضعه في الجزئية الأولى، بيتم العمل على ذكر جميع المواد الداخلة في الإنتاج ضمن بطاقة البيان الخاصة بالمنتج، بيتم الرجوع للمواد الأولية. أكبر مشكلة بتصير عندنا في موضوع مخطر الحساسية في العمليات التصنيعية، إنه معظم المواد الأولية بيكون فيها تحتوي قد تحتوي على بعض المواد زي الليستين اللي ممكن يسبب تسمم تحسس عند بعض الأشخاص، بيكون ضمن المواد الأولية. انت بتستخدم هذه المادة الأولية وبكون محتوي على الستن، فما بتذكر انه تحتوي المنتج النهائي قد يحتوي على هذه المادة، فبيصير عندي تحسس للشخص اللي عنده حساسية من هذه المادة. فمهم جدا اني ارجع لجميع القوائم، فبالتالي بتأكد من المواد الأولية، من مكونات المواد الأولية، بذكر جميع المكونات، واذا في تحذير لابد من اوضعه على بطاقة البيان الوضع. فبالتالي بعمل على ضبط مخطر حساسية، وبعمل على ضبط هذا المخطر وزاد هذا المخطر بشكل او باخر. فمش كل خطوه تصنيعيه بسال حالي نفس السؤال، لانه خلاص بعمل في الخطوه الاولى عمليه ضبط لمخطر حساسيه، وهذا المخطر بمشي عليه يعني بطبق هذا الضبط لهذا المخطر وازاله هذا المخطر عن طريق اني بوضع كل المكونات سواء في المواد الاوليه او بالمواد اللي قد تحويها المواد الاوليه. اوكي، وانا لما نوضح احنا قلنا بالفريق دائما نفكر موضوع العصف الذهني، ما هي شو المخاطر، لما اسال شو المخاطر فبالتالي بصير عندي اسئله كثيره، يعني شو المخاطر البيولوجيه لموضوع الاستلام في موضوع الطحين، شو المخاطر الكيميائيه لموضوع الاستلام لمنتج الطحين، شو المخاطر الفيزيائيه لموضوع الاستلام او لمرحله الاستلام في منتج البسكويت. فبالتالي انا عمالي بسأل بطرح عدة أسئلة، كل سؤال فيها بحاجة إلى رجوع لمراجع، بحاجة إلى تبادل للفكر، وهذا اللي نحكي عنه موضوع العصف الذهني وتبادل الأفكار. فبالتالي موضوع العصف الذهني مهم جدا في موضوع قائمة المخاطر وتحديد المخاطر. لاحظوا إن إحنا بنحكي هان عن الخطر، والخطر بنيجي على موضوع التأثير، والخطر هنا من احنا قلنا نحكي عن مخطر، الان بنحكي عن الخطر. وهنا عرفنا الخطر هو العامل او الظرف، قلنا احنا شدة الخطر او مدة الخطر او قوة الخطر هي هذه اللي بنعرفها كخطر كريسك، بينما لما عرفنا الهازارد عرفناها بتحديد نوع المخطر سواء كيميائي او فيزيائي او جرثومي. يعني لو اخذنا مثلا مثال على المخاطر، خلينا نحكي دجاج النيء وفصائل مثلا السالمونيلا. المخطر الموجود مثلا في دجاج النيء هو وجود السالمونيلا، ولاحظ انه موضوع الحفاظ والتبريد بيعمل على التقليل من ازدياد اعداد السالمونيلا بشكل او باخر. لاحظ احنا بنحكي عن مخطر هنا، الطهي عماله بيعمل عدم قدرة، اذا كان الطهي كافي عمالنا بنصل بطريقة او باخرى الى وقف نمو او وقف تكاثر السالمونيلا وازدياد اعدادها. اذا بنحكي عن موضوع التقطيع بزيد من امكانيه تلوث المعدات، تلوث المنتج، لانه احنا عمالنا بنعمل عمليات نقل للميكروبات من موقع الى اخر، وبالتالي بزيد من احتماليه النمو الميكروبي او نمو السالمونيلا. ف دائما نحكي هل هنالك قدرة على إزالة لكل المخاطر؟ هذا السؤال دائما بيجي وبنحدده من خلال إما تغيير المنتج أو تغيير المعدات. أنا هل عندي القدرة أن أزيل كل المخاطر؟
من خلال آلية العمل؟ لا، ما عندي القدرة. عندي إمكانية أن أضبط هذا المخاطر، إذا عندي إمكانية أن أضبط هذا المخاطر فلا بد من استخدام هذه الإمكانيات بالطريقة المثلى. إذا ما عندي إمكانية أني أغير العملية التصنيعية وأغير المنتج، أو أغير في إجراء من العملية، أغير ماكينات، أغير معدات، فهنا بيجي إحنا دورنا كأخصائيين جودة، لأن أنا في النهاية عندي جودة وعندي سيفتي وعندي كواليتي، وعندي سيفتي بدرجة أولى وعندي كواليتي بدرجة ثانية، لكن كلما قاربت ورفعت من مستواهم للدرجة الأعلى كلما كان عندي تمايز أكبر. بالتالي موضوع التطوير في المنتجات، موضوع التحديث في المنتجات، إزالة المخاطر، موضوع مهم جدا لأخصائيين الجودة. لاحظ أنه أنا بوضع تحليل للمخاطر دائما. المخاطر دائما نحكي عن الخطورة ضد الشد، يعني probability احتمالية ضد السيفيريتي، والخطورة بتقدر احتماليتها. ومعرفة المخاطر دائما نحكي بجزء هاي الرسم التوضيحي، كمان شوي بعطيكم فكرة عن اللي عمالي بحكي عنه، اللي هو تحليل المخاطر من ناحية شدة ومن ناحية احتمالية. وتقدير المخطر إما بيكون كمي، يعني أنا بقدر أقول كمي برقم، وهذا بيحتاج دراسات شديدة للتفصيل، أما ممكن يكون نوعي، وهذا الأقوى، يعني يكون خطر عالي، خطر قليل، خطر متوسط. إذا أنا بدي أحكي بقيم، بالتالي أنا بحاجة لدراسات، بحاجة لمختبرات، وبالتالي بحاجة لوقت. فالنوعي هو الأكثر تطبيقا. بجوز هذا اللي عمالي بحكي عليه أنا، اللي هو تحليل المخاطر. دائما بلجأ لموضوع تحليل المخاطر، وباخذ موضوع الاحتمالية واحتمال وموضوع الشدة. فدائما بحكي عن موضوع احتمالية وجود المخطر، واحتمال وكم هي شدة المخطر إنه يوجد. فهنا بتيجي موضوع تحليل المخاطر. لاحظوا إنه في مراحل معينة بيكون في خطورة عالية وفي شدة عالية، فبالتالي بيكون ضمن الرينج العالي الاحتمالية خطورة بتكون وزنه ثقيل بالنسبة للمخاطر. وهذا يعني بيعني إنه هذا المخطر عالي جدا. وشوي كمان شوي بنحكي عن موضوع إنه هذا بيتبع موضوع تحديد نقاط الضبط الحرجة والتحكم فيه. بس موضوع معرفتي بالمخطر ومدى شدة المخطر، هذا عماله بفيدني في تحديد إجراءات عمل معيارية أكثر شدة وأكثر صرامة لغاية ضبط هذا المخطر والتحكم فيه. كل ما كان المخطر عمالي اللي بحكي فيه احتماليته عالية وشدته أعلى، بالتالي أنا عمالي بعمل إجراءات أكثر صرامة، وبعمل عمليات تحقق من والتأكد من ضمان إنه المخطر عمالي بعمل له تحكم بشكل أو بآخر. طبعا إذا بنرجع لمصادر المعلومات، بنلاحظ إنه مصادر المعلومات مختلفة، وإحنا عمالنا بنحكي عن أكثر من مصدر من مصادر المعلومات. في عنا فريق عمل هسب، في عنا المستشارين، في عنا أبحاث، في عنا لاحظوا أنا بحكي عن مصادر المعلومات لأن مالي بحتاجها في موضوع تحليل المخاطر. في عندي أوراق علمية، في كتب، في مجلات، بس كلها لازم تكون من مصادر موثوقة. يعني ما بزبط إني أعمل عمليات تحليل المخاطر ضمن من مصادر معلومات وهي المصادر تكون غير موثوقة. مهم جدا إني أعمل يعني أخذ من للمعلومات من مصادر موثوقة. هاي من الشغلات المهمة بالنسبة لنا. إحنا لو أخذنا هسه المخاطر العامة، لاحظوا جزء هاي حكيتها كثير أنا وتناولتها بشكل أو بآخر، إنه دائما نظام الهسب بيتحكم بإيش المخاطر الخاصة. وهنا في النص أجا شوي، لو بتاخذوا في الرسمة في النص بيجي الاوبريشنال بي ار بي. الان عندنا البي ار بي هي مخاطر عامه، والمخاطر العامه اللي هي الاقرب للعمليات التصنيعيه بنسميها اوبريشنال بي ار بي، والمخاطر الخاصه بضمن نظام الهسب بنسميها ايش؟ ضمن السي سي بي. اوكي، اذا عندنا بي ار بي، اوبريشنال بي ار بي في النص، ومن ثم سي سي بي. اوكي، فنظام الهسب عماله بعمل عمليات ضبط المخاطر الخاصة للعملية الإنتاجية. نظام الجي ام بي عماله بعمل عمليات ضبط المخاطر العامة ضمن الانفراستراكشر في الحيز ضمن العملية التصنيعية. فبالتالي احنا في عنا
جزئيتين مختلفات في المخاطر العامة والمخاطر الخاصة، لكن لابد من وجود آليات لضبط المخاطر العامة قبل الانتقال إلى ضبط المخاطر الخاصة. فبالتالي لابد من يكون عندي بي ار بي فعال واوبريشنال بي ار بيز فعاله حتى اقدر اضمن انه السي سي بي تكون فعاله. اوكي، لانه ممكن بلحظه معينه اذا كان عندي اهمال بالبي ار بي او بالاوبريشنال بي ار بي انه هاي جزء، انه السي سي بيز تاخذ جزء كبير من الاوبريشنال بي ار بي وبي ار بي نفسها، لانه ما حيزبط انك انت تعمل عمليات تحكم وضبط المخاطر بعمليات تصنيعيه وانت عندك بيئه غير مغلقه، وانت عندك حشرات، وانت عندك حيوانات، لانه هذا بصير عندك مخاطر عامه انت مش عمالك بتضبطها. مهم جدا موضوع التسلسل في عمليات ضبط المخاطر والتحكم فيها. بجوز احنا تناولنا البي ار بيز والاوبريشنال بي ار بيز. لابد انه، بس انا بدي اوقف هان عند مقاييس التحكم، لانه هاي يعني بدناش ندخل ضمن مقاييس التحكم وتحديد السي سي بيز بعد هيك. لا، بس خليني اخذ مقاييس تحكم، والمقاييس التحكم لو رجعنا لتشكيل فريق الحسب، تشكيل فريق الحسب، بعدين احنا عمالنا بنحكي عن وصف للمنتج، تحديد الغايه من استخدام المنتج، حكينا عن الفلو دايجرام، حكينا من عن عمليات تحديد الشكل بعد ما نعمل الفلو دايجرام، تحقق من ان الفلو دايجرام مطابق لما هو مكتوب، ومن ثم حكينا عن موضوع تحليل المخاطر. جينا هنا عن مقاييس التحكم، بدنا نوقف عند النقطة هاي، وبكرة نلتقي عند النقطة هاي عشان نقدر أربط بكرة، أرجع أشرح شوي عن تحليل المخاطر. جزء هاي النقطة كثير مهمة للأشخاص اللي ما قدروا يدخلوا اليوم، وأربطها مع عمليات السي سي بيز وعمليات التحكم وبالحدود الحرجة والأفعال التصحيحية. يعني هذول بجوز هم إذا قدرنا نمسكهم بكرة كثير كويس. مهندس ليث، الله يعطيك العافية مهندس. الله يعافيك.